التقى سعاده الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجيه في القاهره اليوم مع معالي الدكتور ايمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه والمغتربين في المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وذلك على هامش اعمال الاجتماع الوزاري لتعزيز الاستجابه الانسانيه في غزه. هذا وتم خلال اللقاء مناقشه اوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومسار علاقات الاخوه التاريخيه الوطيده التي تربط بينهما ومجالات تعزيزها والارتقاء بها الى مستويات اشمل بما يخدم مصالح البلدين المتبادله. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الاوضاع الاقليميه والحرب في قطاع غزه وجنوب لبنان والجهود التي تبذل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار. وتخفيف حده التوتر والتصعيد في سوريا وحمايه المدنيين